وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من باريس موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. بعد التحية سيد موسى، هل ترى أن الاحتجاجات المستمرة في كازرون والمدن الإيرانية ضد نظام الولي الفقيه سوف تحقق أهدافها؟ بداية أحييكم وأحيي مشاهدي قناة البحرين في المملكة البحرينية الشقيقة. نعم بكل تأكيد إن هذه الانتفاضة المباركة التي اندلعت منذ ديسمبر 2017 ويناير 2018 كما أكدت مرارا المقاومة الإيرانية وعلى لسان رئيسة الجمهورية الانتخابية من قبل المقاومة الإيرانية سيدة مريم رجبي إنها انتفاضة حتى إسقاط النظام، وهذا الأمر يعود إلى أسباب رئيسية خاصة الظروف الموضوعية التي عبارة عن الظروف المعيشية واقتصاد منهار، والشعب الإيراني زاد ذرعا بسبب ديكتاتورية هذا النظام وبسبب إحجار ثروات الشعب الإيراني في أذون الهروب الخارجية وأجندات النظام التدخلية في شؤون الآخر. وكذلك إلى أوامر أخرى خاصة إلى حالة التنظيم التي تقوم بها المقاومة الإيرانية لتنظيم الشبكات وتنظيم معازل الانتفاضة ومجالس المقاومة داخل إيران، وكذلك طبعا تتأثر هذه الحالة الداخلية بتغييرات في السياسة الدولية التي انتجحت على ما غير ما كانت تفعله الإدارة الأوباما، وكذلك السياسة الغربية سابقا لتقديم تنازلات مجانية للنظام الإيراني، وفتح أبواب أمام النظام الإيراني ليس فقط لقمع الشعب الإيراني بل التدخل في الشأن العراقي وكذلك في الشأن السوري وإمداد الحوثيين في اليمن لزعزعة الأمن المنطقة. لذلك الآن هناك ظروف جديدة والنظام الإيراني أمام أزمات دولية إقليمية ولكن أكثر شيء داخلية. نعم سيد موسى، لنتحدث أكثر عن دوركم في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس. ما هو الدور الذي تقومون به لدعم احتجاجات أهالي كازرون وأيضا المدن الإيرانية الأخرى؟ في الحقيقة المقاومة الإيرانية وطبعا كما أعلنتها قيادة المقاومة أكثر من مرة هي أساسا مركزة على العمل بالداخل واستنصار الرعي العام العالمي من أجل مساعدة ودعم الشعب الإيراني ودعم خيار الشعب الإيراني بالداخل. المقاومة الإيرانية حاليا من خلال مجالس المقاومة وأيضا وهذا المجالس طبعا تعمل ضمن شرائعها المختلفة الاجتماعية من المزارعين والعمال والطلبة والمعلمين وغيرها، وكذلك معاقل الانتفاضة التي تقوم بدور التعبئة ودور التنظيم وتوجيه المظاهرات. فلذلك ليس فقط مدينة كازرون التي أنتم تشاهدون اليوم وصل دخل الشهر الثاني من المظاهرات المتواصلة، بل يعني من جهة هناك مواصلة المظاهرات واستمراريتها، ومن جهة أخرى تنسيق هذه المظاهرات مع المدن الأخرى، وكذلك أنتم كما شاهدتم في الأحواز في المواطنين العرب في أصل الأحواز وكذلك المزارعين في مدينة أصفهان واعتصام وكذلك الإضراب العام التي تسود مدن الكردية الإيرانية. هذه هي كلها حالة تنظيمية التي تقوم بها المقاومة الإيرانية. وإلى على خط المواز لذلك هو استنفار الجهد الدولي والاهتمام الدولي من ناحية براءات حقوق الإنسان، وكذلك مطالبة ودعوة والمناشدة إلى دول العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والمطالبة بطرد قوات الحرس والنظام الإيراني من بلدان المنطقة خاصة من العراق وسوريا واليمن ولبنان. نعم من باريس موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، شكرا جزيلا لك.